نيل غانز. في مواقع البناء عادة ما يكون عامل الزمن هو أهم وأقيم عنصر خلال العمل، ومن ثم فإن عمال البناء المحترفين يفضلون استخدام مسدسات المسامير، حيث أن العمل مع الأسلاك المتداخلة وتجميع الإطارات أو إصلاح الأسقف أو أي مهمة مشابهة دائما ما يحتاج إلى أداة سريعة لتوفير الوقت الذي قد يصل إلى شهور دون استخدام تلك الأدوات، كهذه الأداة التي ترونها على الشاشة الآن، وهي عبارة عن مسدس مسامير من إنتاج شركة هيلتي. يمكنك الاختيار من بين 2 من الموديلات المختلفة، الموديل DX9HSN والموديل DX9ENB. الموديل الأول مصمم لتثبيت الألواح المعدنية والأرضيات، ويتم العمل به بشكل عمودي، ويصل وزن هذا الموديل إلى حوالي 13 كيلوغرام ونصف تقريبا، وهو مزود بمستودع للمسامير بسعة 60 مسمار. أما الموديل الثاني فهو مشابه للموديل الأول ولكن خزانه بسعة 40 مسمار فقط، وهو مصمم أيضا للعمل مع الألواح المعدنية المموجة. أسعار الموديلات الأول والثاني على الترتيب هي 5360 دولار و 5830 دولار. ماكيتا DVC750L مكنسة كهربائية للأغراض الصناعية من إنتاج الشركة اليابانية ماكيتا، قادرة على القيام بعدة مهام مختلفة في مواقع العمل كالتنظيف الجاف. يمكن أيضا توصيل المكنسة بمنشار دائري لتقوم بشفط فتات الخشب والغبار أثناء عملية القطع. بعد الانتهاء من العمل تقوم المكنسة بجمع البقايا بسهولة وسرعة، وذلك بفضل خرطومها الطويل والمرن. كذلك يمكن أيضا تبديل الأطراف على حسب المهمة من أجل إمكانيات أفضل وسرعة أكبر في العمل. وكما يمكنها تنظيف الأرضيات بكفاءة، يمكن للمكنسة المبتكرة أيضا تنظيف الأماكن الضيقة والصعب الوصول إليها بالمكنسة العادية، وكذلك فهي مناسبة لتنظيف الأثاث. تبلغ سعة خزان الغبار في المكنسة حوالي 7.5 لترات، أما وزن المكنسة إجمالا فهو 4.5 كيلوغرامات تقريبا، حيث يمكنك حملها بتعليقها على الكتف بواسطة حزام خاص أثناء عملية التنظيف. سعر المكنسة ماكيتا DVC750L 220 دولار. بوش إيزي كات 12 أداة مفيدة لهواة صناعة الأثاث بالمنزل. إيزي كات 12 من إنتاج شركة بوش هي أداة مصممة خصيصا لتسهيل وتسريع عملية قطع الخشب، فهي عبارة عن منشار مصغر. الأداة مصممة بتكنولوجيا شفرة النانو لتقليل الاهتزاز أثناء العمل. زود المطورون المنشار المصغر بآلية تمكن المستخدم من تغيير الشفرة بأقصى سرعة ممكنة، مما يعني أن الأداة يمكنها العمل دون الحاجة إلى صيانة إضافية. وزن الأداة خفيف للغاية، فقط 900 جرام. المنشار مصمم بشكل مثالي لراحة اليد، ويسمح لك بالعمل باستخدام يد واحدة. كما يمكن استخدام الأداة أيضا في الاعتناء بالحدائق، حيث يمكن لشفرة المنشار قطع الفروع والأشجار الصغيرة والشجيرات. السرعة القصوى لعمل المنشار تصل إلى 4100 دورة في الدقيقة. من مميزات تلك الأداة أيضا أنها مزودة ببطارياتها الخاصة ذات الساعة الكبيرة والقابلة لإعادة الشحن، بالإضافة إلى غياب الأسلاك مما يسهل العمل أكثر. يمكنك شراء الأداة بوش إيزي كات 12 الآن بسعر 180 دولار. روبي ماكس إيتان لخلط المونة والرتنجات والدهانات وأية مواد مشابهة بشكل أسرع وأسهل، لابد من استخدام أدوات خاصة كالأداة التي أمامكم الآن. روبي ماكس إيتان هي إحدى بنات أفكار خبراء شركة روبي، وهي عبارة عن أداة خلط كهربائية تعمل بالبطاريات وتتميز بأدائها الممتاز بشكل استثنائي. الأداة قابلة للنقل ولا تعتمد على مصدر خارجي للطاقة، كما أنها تمنح المستخدم حرية
سرعه الحركه في موقع العمل بفضل عدم وجود اسلاك. سعه البطاريه مدهشه ويتم شحنها خلال حوالي 100 دقيقه. بعدها يمكن استخدام الاداه لخلط ما يصل الى 90 لتر من المواد. زود المطورون الاداه بقطعه عمل متحركه بدون فرشاه مما يمنحها عمرا افتراضيا اطول. كذلك فالتصميم المريح للمقبض يمنح المستخدم قدره عاليه على التحكم والثبات اثناء العمل. الاداه مزوده ايضا بمفتاح تشغيل وغلق بميزه امان لمنع وقوع الحوادث وللحقول دون تشغيل الاداه دون قصد. سرعه الاداه قابله للضبط حسب نوع المهمه او على حسب رغبه المستخدم. سعر الاداه روبي ماكس 10 425 دولار. بنش رولر كلينر. يدرك عمال الطلاء المحترفون جيدا حجم المشكلات التي يواجهونها اثناء تنظيف معدات العمل. فعملية تنظيف بكرات الدهان عادة ما تستهلك كميات كبيرة من المياه والمنظفات بالاضافة الى ضياع الوقت والجهد. اما الاداة التي ترونها الان والمعروفة ببينت رولر كلينر من انتاج شركة فالك، فهي تسمح للمستخدم بانجاز عملية تنظيف بكرات الدهان باقل جهد وخلال اقل وقت ممكن. يستخدم الجهاز هذا أقل كمية من الماء للتنظيف، وهو لا يحتاج إلى أي منظفات، كما يمكنه تنظيف أي نوع من البكرات وبأي حجم خلال أقل من 8 ثواني. وبعد الانتهاء من عملية التنظيف تخرج بكرة الدهان من الجهاز نظيفة تماما وجافة. روسبيماتيك. آلة تنظيف كهربائية من إنتاج الشركة الألمانية روثنبرجر، وهي أداة مصممة لتسليك الأنابيب. يصل طول قطعة العمل إلى حوالي 7.5 أمتار، وهي قادرة على اختراق الأنابيب بقطر يتراوح ما بين 20 و75 ملم. التصميم الحلزوني لقطعة العمل من شأنه إنجاز المهمة بفعالية أكبر وخلال وقت أقل، كما أنه من الممكن ضبط سرعة التشغيل حسب رغبة المستخدم. أما أقصى سرعة للتشغيل فتبلغ 950 دورة في الدقيقة. وزن الجهاز خفيف إلى حد ما، وتصميمه مريح ليد المستخدم. ملحق بالأداة قطع إضافية قابلة للفك والتركيب، كل قطعة منها مصممة للتعامل مع نوع مختلف من الأنابيب ذات الأقطار المختلفة من أجل أداء أفضل. Arrowhead. يعتبر المنشار ذو الشفرة الماسية من الأدوات الضرورية في مواقع البناء ولإجراء عمليات التصليح. Arrowhead هو منشار ماسي الشفرة من إنتاج العلامة التجارية روبي. قبل العمل بالأداة Arrowhead ينبغي عليك أولا اختيار القرص المناسب للمهمة حتى تقوم بالعمل بأقصى قدر من الفعالية والسرعة. الأداة مصممة للعمل مع أنواع البلاط المختلفة كالبورسلين والسيراميك، وكذلك يمكنها قطع الحجر الطبيعي. Arrowhead آمن للغاية ومثالي للحصول على قطع عالي الجودة خلال أقل وقت ممكن وبأقل خسارة للمواد.
شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات أي من الأدوات المذهلة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.